وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. مساء الخير دكتور. أهلا بك في استوديو مركز الأخبار. يا هلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. بداية نتطرق إلى ما دلالة أن يتزامن تكريم جلالة الملك المفدى لعدد من الرواد في البحرين، يتزامن ذلك مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. والله بداية اسمحي لي أوجه التهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد العام والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة السعيدة وإلى شعب البحرين الوفي. طبعا تزامن الاحتفالات يعني أتت في هذا العام بشكل مميز، فالعيد العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك يعني أولا أحب أقول أنه يحمل كثير من المضامين، أولها وأهمها مضمون الوحدة الوطنية كما يؤكد على ذلك جلالة الملك بأن احنا في مجتمع واحد وفي وطن واحد، وهذا ما ظهر اليوم في خطاب جلالة الملك أثناء الاحتفال بالعيد الوطني في القصر الصخر. نعم، بالعودة على للتأكيد فقط على ما تفضلتم به أن بالعودة إلى الكلمة السامية لجلالة الملك، هو تطرق في أكثر من موضع بتقدمه بالشكر للمواطنين الكرام وأهل البحرين الكرام. إلى أي مدى يجسد ذلك التلاحم بين القيادة والشعب؟ والله هذه طبعا يتجسد في عدة مواقف. نعم، يعني هو لم يتجسد الآن فقط، يعني إنما هو أولا الاحتفالات اللي عمت البحرين بهذه المناسبة في هذا اليوم بالذات. نعم. ثانيا في هناك يعني العيد الوطني في هذا العام أتى تتويج لإنجازات منذ أيام دلت على تلاحم القيادة مع الشعب والشعب مع القيادة. نعم. ولعلي أعني بذلك الانتخابات النيابية والبلدية التي صوت فيها حوالي 67%، وهذه طبعا نسبة عالية وأعطت صورة مشرفة عن البحرين، فهذه نوع من التلاحم بين القيادة وبين الشعب، أن شعب البحرين شعب يقف مع قيادته ولديه ولاء وانتماء إلى الوطن، فبالتالي هو لم يتأخر في إداء الواجب وفي تلبية هذا الواجب. طبعا أيضا هناك نقطة أساسية أحب أقولها، وهي أن جلالة الملك حفظه الله قبل أيام من العيد الوطني يعني فترة قصيرة أنشأ مركز التعايش السلمي. ومركز التعايش السلمي لجلالة الملك له عدة دلالات ومؤشرات، لأن جلالة الملك يريد في مشروعه الإصلاحي أن يوجد الوحدة الوطنية والمجتمع الواحد ونبذ التفرقة على أي أساس، يعني سواء كانت على أي أساس، يعني مذهبي أو قبلي أو طائفي أو ديني أو ما إلى ذلك، فهذه هو يعني من الأشياء اللي يعني تحتسب، لأن شعب البحرين منذ أن وجد وهو يعني شعب متجانس، رغم تعدد مذاهبه، رغم تعدد طوائفه، رغم تعدد فئاته، إلا أنه شعب متجانس. صحيح أن هناك من جاء لكي يوجد التفرقة ويشق الصف، ولكنهم ردوا على أعقابهم، فلم يستطيعوا تحقيق ما أرادوه يعني من نيات سيئة. فأيضا
تزامن هذا العيد واللي أنا أعتبره عيد وطني متميز عن الأعوام السابقة. إذا نظرنا إلى اللي وصلوا إلى المجلس النيابي نجد أن معظمهم من الشباب، من فئة الشباب ومن المستقلين، ونأمل فيهم الخير ونأمل فيهم أنهم يعني يضعون يدهم في يد الحكومة، في يد السلطة التنفيذية لتحقيق آمال الشعب البحريني. وبالمناسبة أن يعني من الأشياء الإنجازات في هذا المجال أن يعني لأول مرة في البحرين ترأس المجلس النيابي امرأة اللي هي الأخت فوزية زينل، وهذه سبق للبحرين وليس جديد على المرأة البحرينية أن تحقق هذا الإنجاز. فهذا إنجاز صراحة يعني مشرف ويحسب للبحرين. فعندما تقولين وتسأليني عن التلاحم، فالتلاحم ما تحقق في موقف واحد، إنما تحقق في عدة مواقف، والتلاحم كان من قبل ذلك، يعني قبل العيد الوطني، لأن شعب البحرين شعب أكد في التاريخ في عدة مواقف أنه شعب يعني عنده شعور بالانتماء إلى وطنه، وعنده القيرة على وطنه، وأنه حتى في أصعب الأحوال يقف مع وطنه مهما كانت الخلافات ومهما تباينت الآراء. إلا أن احنا في النهاية الانتماء للوطن شيء مو بسهل، يعني الوطنية شيء مو بسهل الانتماء، لأنه يحقق للإنسان ويشبع عنده نوع من الحاجات النفسية المهمة. يعني الشاعر يقول: وطني وأن شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فتصوري واحد بدون وطن كيف يكون؟ يعني فهذه هي مسألة مهمة. وأيضا أحب أتطرق إلى يعني أن في هناك أحداث تزامنت مع هذا العيد، فمن يمن الطالع أن يتحقق نجاح منذ أيام للقمة الخليجية التي عقدت بالرياض، وتؤكد هذه القمة على وحدة الصف الخليجي وعلى بقاء مجلس التعاون. فهذه جاء متزامن مع العيد الوطني، وهذه يعني من يمن الطالع. يعني احنا في البحرين يعني نقول احنا بشائر خير، يعني عيدنا بشائر خير على الجميع، ليس على البحرين فحسب، انما على دول الخليج. الشيء الاخر في نقطة واحدة بس لو تسمحين لي، في شيء اخر ان القوات التحالف العربي والقوات الشرعية اليمنية حققت أكبر انتصار بهزيمة الحوثيين الذين تدعمهم إيران من مدينة الحديدة ومن ميناءها، فتحقق انتصار عظيم أثبت أننا متى ما كعرب متى ما وقفنا في وحدة واحدة، ومتى ما توحدنا، متى ما يعني استطعنا أن نكون قوة لا يستهان بها. وأنا في النهاية طبعاً أحب يعني أيضا أجدد تشكيري شكري لجلالة الملك، لأن جلالة الملك يعني حريص على أن يعني تسير الأمور كما ينبغي في هذا الوطن. وإن شاء الله إحنا نأمل من المجلس الجديد، المجلس النيابي الجديد اللي يوصلوا له شباب، ثلثة من الشباب ومن المرأة وصلت أيضا تمثلت، ومن المستقلين هذين يعني يأمل فيهم شعب البحرين أن يحققون مكاسب له، فإن شاء الله يحققون مكاسب له، لأن الجمعيات السياسية والدينية اللي قبله صراحة يعني يعني لم تحقق ما أراده الشعب. نتمنى الخير وهي جميعها بشائر خير للبحرين. الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. يا هلا ويا مرحبا. شكرا.